فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يقول: وأيضا ورد النهي عن إرادة الإنسان بعمله الخير أمور الدنيا، هل يدخل العلاج بالصدقة؟ إذا أراد الدنيا فقط هذا لا يجوز، أما إذا أراد الدنيا والآخرة لا مانع، بنى آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بعد قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا جمع بين الدنيا والآخرة فلا بأس، إنما المحذور إذا اقتصر على الدنيا فقط. نعم.